إذن في هذه اللحظة تم انتشال الجثة الأخيرة وما كيغطيو فيه إن شاء الله باش غادي نبداو إن شاء الله يا رب العالمين لله وإنا إليه راجعون. مات الفقيد، من المسؤول؟ يبقى السؤال مطروحا. هذا شهيد لقمة العيش بمنطقة حسن الحجاج وقصة ورغلي إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لرجال الوقاية المدنية ورجال البركة المدنية وكذلك رجال الوقاية المدنية، فنتمنوا لهم إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا شكرا على المجهودات ديالكم. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الملكي اللي دار واحد المجهود كبير باش يعني حول ما امكن انهما يجبدوا هاد الناس هادو. كيبقى السؤال المطروح، من المسؤول عن هذا العمل؟